احول احول يا عيال. عيونه حولة عيونه حولة عيونه حولة عيونه حولة مين؟ عيونه حولة مين يطلعه؟ الاحول مين؟ الاحول مين؟ السلام عليكم احمد وشمكس بونك، مقطع جديد. انا اعتذر على انقطاع اليومين هذه، لكن والله يا اخوان كنت اواجه مشاكل ذكرتها سابقا في الجهاز حقي. عموما مقطع اليوم مقطع بسيط جدا، تحمية لأنه بيكون في المستقبل القريب هذا مقاطع كده ورا بعض دفعة واحدة. ولا تنسون تابعونا بتويتش، ترى يوم الجمعة يمكن بث لعبة ثانية غير فورتنايت. الفكرة راح أشارككم إياها عشان تفهمها. أول شيء عزيزي المشاهد، راح أسوي سيرفر خاص وأدخل فيه شباب معي، شاب هذولي معي في الدش يسمعوني على طول، ومعاي العيال سعد وناصر وكذا واحد. الشباب هذولي يرسلوني صور سكنات هم اختاروها على الواتساب، وأنا أشوفها، إذا شفتها أحفظها، وإذا دخلنا الجيم يكونوا موجودين معنا في السيرفر الخاص، ويكون العدد تقريبا 30 إلى 25 نفر، مو بزحمة مرة. الموجودين هذول لهم فرصة أنهم يكسبون $10 إذا سووا شيء واحد، اللي هو عرفوا السكن المختفي أو السكن اللي أنا راح أوصفه. راح أوصف سكنات الشباب وصف مرة صعب مرة سهل، على حسب، مرة صعب مرة يكون مرة سهل، زي كذا. فهمت علي؟ تفهم المقطع الآن وتفهم فكرته أكثر. ولهم اكثر من مساعدة بحيث اني اقرب لهم كل شوي. في ناس ما يبغون مساعدة، يبغون يجاوبون على طول، يكون يبغى يلعب بحظ يجاوب ياخذ $10 او يموت وترى عليه $10، ما يبغى احد يسبقه، فينقز من اول مساعدة. وفي ناس يصبرون لين النهاية يروقون على الاجابة. اتمنى ان يعجبكم المقطع، ابيك انت برضو تفكر، يمكن تجيب اجابات صح، اختبر نفسك ما تدري. وان شاء الله اني اكون شارح شرح يعني مفهوم وما اكون قاعد اسولف. الله يسعدكم، ما تقصروا معنا ضغطك على زر اللايك والاشتراك اذا انت مشترك، وفعل الجرس. شكرا لكم، صلوا على نبينا محمد. كود لايت ما بقوله تعرفونه، مع السلامة. طيب اوكي، لا احد ينقز، لا احد يتحرك، خليكم ثابتين، ركزوا معاي الان، لا احد يتحرك، ابيكم فقط تتلفتون، لا تتحرك لا تضرب. انا راح اشرح لكم الان واحده من الشخصيات المجهوله، اللي عليك انك تطلع الشخصيه المجهوله. ناصر وسعد مزبونين، ما في احد يعرف وش سكنهم، اوكي؟ انا الوحيد اللي اعرف، راح اعطيك تلميحات، اذا قدرت انك تعرفه وتذبحه اول واحد انت فايز $10. اول شيء راح نبدا بسعد، اول مساعده. سعد سكنه مو باين، ما ندري هل هو ذكر او انثى. اللي عرف الاجابه حقتي ينقز. لحظه وقفوا. انت طلع سكن، اضربه بالاكس. هو ذكر او انثى؟ اضربه بالاكس، ما ندري هو ذكر او انثى. اضربه بالاكس، يلا وقف. بس غلط. بنوقف على سعد شوي، بنروح لناصر، بنرجع لناصر. ناصر في سكن جديد الحمد لله. طيب سكن ناصر مو موجود بولا واحده من السيزونات، هذا واحد. اثنين سكنه ذكر، حد عرفه؟ اللي عرفه يا ساتر. طيب ستوب. طلع سكن. يلا انت نقصت، طلع بسرعه عشان يذبحك وما تفتح. بس غلط. غلط. اوكي ريال 15 غلط. لابس جاكيت. اللي عرفه ينقز. لابس جاكيت دوروا. بس. خلاص وقفوا. وينه مين؟ انت. اضربه بالاكس. صاع عليك $10. اسمك؟ تايرك. طيب نرجع لسكن سعد. سكن سعد لبسه فيه لون احمر. اللي عرفه ينقز. في لون احمر. خلاص انت. واخر. لا واخر. انت. طلع. يلعب شكله. كيف يعرفون يا عيال؟ ما ادري. السكن يا اخواني حاط شيء على وجهه يغطيه، ما نقدر نعرف. اللي عرف ينقز. طيب وقفوا هنا بس. سكيلتون مين؟ غلط. طيب اوكي انتوا قاعد تقزون مره. مين يلا مين؟ مين اشوفك متحمس انت؟ خلنا نشوف. لحظه. ايوه حلو التحريات. غلط. ها موزة مين يا موزة؟ غلط. ليش مستعجلين؟ غلط. اصبروا مين عشان اوصف لكم زيادة. مين؟
مين؟ قرب اكثر. طيب اصبر اصبر خلينا نشوف هذا مين. غلط. طيب بقول لكم سكن ثاني واقرب. السكن الثاني هو يدعي انه من فصيلة الحيوانات لكنه مو من فصيلة الحيوانات. ها ستيف. مين ستيف؟ غلط. مين؟ ها مين؟ لا غلط غلط غلط. لا تضربون باكس لا تضربون باكس لا تضربون باكس. ها مين؟ هذه تنقز من اليوم يا رب تغلط. مين؟ اصبر اصبر اصبر. ايوه غلط. غلط. طيب اقرب زياده اقرب زياده. هو ميكس بين حيوانين اوكي لكنه مو بحيوان. هو ميكس بين حيوانين، بين حيوان يعيش في البريه وبين حيوان يتسلق الجدران. اللي عرف ينقز. مين مين مين؟ هذا مو هذا السواح. هذا السواح. هذا السواح. مين يا سمكه؟ مين؟ غلط يا سمكه. اقرب زياده اقرب زياده يا اخوي ركزوا معي. هو يسوي نفسه حيوان بس انه مو بحيوان، هو جماد. هو جماد عنده خاصيتين، خاصيه انه يتسلق الجدران وعنده خاصيه انه حيوان يعيش في البريه. طيب عنده في سكنه لون احمر. مين مين مين؟ صح عليك. صح عليك. اسد وعنكبوت. عطني اسمك نايف ثلاثة. يا عيال السكن حق سعد اول شيء هو انثى. انثى يا عيال. حد بي حد بيتوقع من بدري؟ ما في احد يتوقع من بدري. حلو بتفكرون زياده. طيب هو انثى هذا رقم واحد. السكن حقه لونه اسود وانثى. ها حد عرف ينقز؟ ها طيب طيب بس 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 بختار بس. مين يا بنت الكريسماس؟ مين؟ لا تضربين لا تضربين. بنت الزومبي يا بنت الكريسماس؟ غلط غلط معلش وقف. طيب اللي عرف الثاني مين؟ ما تبغوني اقرب لكم؟ خلوني اقرب لكم نصيحه. طيب مين انت يا سواح؟ مين يا سواح؟ غلط غلط يا سواح غلط الله يسلمك. طيب خلوني اقرب لكم خلوني اقرب لكم نصيحه ما بتعرفونه. يلا انت ها يلا ها يلا. مين 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 قاعد تنقز؟ يلا ضربه. مين؟ غلط غلط. قايل لكم اصبر. تو جاوب قبل واحد طلع غلط. حد حد مره ثانيه يتوقع الاجابه ينقز. اللي يتوقع الاجابه ينقز. هذا اوه عندنا اثنين صاملين. مين؟ صح عليك. ممتاز ممتاز يا مونكي. عطنا اسمك عطنا اسمك. وقف عطنا اسمك. وقف وقف ترى بتروح عليك جائزتك. يا ناصر ناصر ليش تنقز يا ناصر يا غبي؟ يا الله يا حمار يا ناصر والله ما تاخذ ولا ريال يا ناصر. ايوه يا دولار عادي والله اللي ما ادري والله ما تاخذ ولا ريال والله ما تاخذ ولا دولار. يا على الواتساب يا ناصر يا ورع يا ورع يا ناصر. طيب طيب السكن يا عيال هذا يلعبون فيه المنوب الدايم. وقفوا وقفوا وقفوا. مين يا مين يا جحا؟ صح عليك يا جحا. كبير يا طارق عرف الطارق على طول. طيب ستوب 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 ستوب. طيب بختار سكن اوكي بختار سكن براسي. السكن اللي براسي يتغذى على غذاء معروف اوكي. الغذاء هذا حقه موجود بينكم فهمتوا؟ طيب بشرح زياده. وقفوا وقفوا ابشرح زياده ابشرح زياده. السكن اللي براسي ياكل شيء موجود بيننا هنا اللي عرفه ينقز. خلاص وقف 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 وقف. انت طلع. صح عليك. 10 دولار مبروك. السكن اللي براسي اوكي السكن اللي براسي الحين سكن احول احول يا عيال. عيونه حوله عيونه حوله عيونه حوله عيونه حوله. مين
عيونه هون من يطلعه. انا حول مين؟ انا حول مين؟ انا خلاص وقفوا 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 وقفوا. بنت الزومبي انت غنيه؟ لا معلش. الموزه الموزه وقفي وقفوا وقفوا. الموزه طلعيه الموزه طلعيه. وقفوا. صح عليك الموزه. صح عليك. طيب اوكي الموزه 10 دولار. السكن اللي ابيكم تجيبونه سكن كان نادر لكنه نزل مره ثانيه بالايتم شوب. اللي يعرف ينقز. كان نادر لكن نزل مره ثانيه بالايتم شوب. طيب وقفوا وقفوا. يلا مين لازم تجيب اللي براسي؟ لا تضرب لا تضرب لا تضرب لا تضرب. اشر بس اشر اشر هذا. طيب عشان نخلص الدولارات بسرعه، مين يتفق معاه ان هذا السكن؟ اللي يتفق معاه ان هذا السكن ينزل تحت. اللي يتفق معاه ان هذا السكن اللي انا اقصده ينزل تحت. اللي يتفق معاه. ترى يمكن تكونون كلكم صح تاخذون كلكم 10 دولار، يمكن تكونون كلكم غلط تاخذون صفر. اعيد واكرر، سكن نزل بالايتم شوب وكان نادر. الان ما نزل مره ثانيه. ها خلاص انتم الاربعه حاجتكم بينزل. اوكي اجابتكم كلكم الاجابه غلط. ما في ولا واحد منكم صح. وقفوا 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 عشان ما نطولها. وقفوا وقفوا سريع. تعال تعال شفتك احمر احمر احمر. تعال ركزوا معي. كان نادر. ملحوظة بسيطة عزيزي المشاهد، ترى سكن الأسود ما فاز لكن رجعناه بحيث أنه يكون اللي يلعب عنده أكثر من خيار وشوية يبدأ التفكير أكثر، التفكير العميق والتحريات. تركوا مع المقطع مشاهدة ممتعة. شكرا. ونزل مرة ثانية بواحدة من تكرر. اللي يعرفه ينقز. لا حد يضربه. وقفوا عنده. طيب بس 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 مين هذا؟ طيب تعالي يا بنت، تعالي يا البنت، تعالي خليك هنا. انت تقول هذا اللي بيجيب الاجابه الصح مع هذا الشخص اختار هذا. اللي يأيده يجي عند الشجره هذه. اللي يأيده يجي عند الشجره هذه. حد منكم يأيده؟ 10 دولار. اذا جابها صح 10 دولار. ها معهم الاجابه النهائيه؟ غلط. رجع رجع هذا الثاني رجع. اوكي انتوا يا الثلاثه اللي موجودين هنا اتوقع انها واضحه، اتوقع انها واضحه. لا حد يضرب، كل واحد يعطي الثاني ظهره. سريع بس خلوكم. سكن نزل بالايتم شوب وكان نادر. اللي يعرفه ينقز. طيب انت مين هو؟ لا تحرى هذه. لا حد يلف، لا حد يلف راسه، لا حد يلف راسه، كل واحد ينظر عكس. اشر اشر عليه براسك اللي تعرفه. ها اشر عليه براسك. مين؟ اوكي ارجع مكانك. عبيط هذا، عبيط انت مره عبيط انت. طيب خلك خلك خلك. طيب انت اشتري عليها براسك. اوكي اوكي انت اشتري عليها براسك. اوكي خلاص طالع فيني. يا عبيط يا عبيط. لقافة لقافة. ألف مبروك الإجابة صحيحة. أنا نزلت بعد من السيزونات وكنت نادر بعدين صرت مستهلك.